حدث برنامج سياسي تقاطع. تساؤلات المعارضين. شن تشوف أنت ردة فعل الشارع الليبي اللي مش معك؟ إن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير على جل مناطق. قاعدين متواصلين معاكم أعزائي المستمعين في برنامج 100% شباب. نرحب بكم دائما كالمعتاد في برنامج المنظار الرياضي. راديو أول مبعث الأمل. مبعث الأمل. مزور ويتوت لايك متى ديس قليبيا أول FM راديو أول على تردد 106.3 FM. الاسم فاتح كرفوش مقدم برنامج المنظار الرياضي على راديو أول. طبعا برنامجنا لهذا اليوم يتخلل الأخبار المحلية والأخبار الأفريقية والأخبار العالمية، وستكون معنا إن شاء الله مداخلات مع الاتحادات سواء بناء الأجسام سواء رفع الأثقال مشاركات الأفريقية سواء في المغرب سواء في فرنسا. أنا عماد فارس معد ومقدم برنامج هدرازي. هذا البرنامج يتناول كل ما يخص المواطن والوطن من مواضيع يهتم بها الشأن الليبي، مواضيع سياسية اقتصادية اجتماعية. هذا البرنامج ابتدأ من شهر 12 2012 ومستمر عند هذا الساعة. هذا البرنامج تكلمنا فيه في عدة مواضيع اجتماعية مثل حالات الزواج والطلاق، المشاكل اللي يعني منها الشباب، كذلك المواضيع اللي تخص المجتمع مثل المخدرات وأسبابها ونتائجها ومشاكلها، إلى جانب بعض المشاكل الأخرى أو المواضيع الأخرى اللي لها علاقة بالسياسة، مثلا زي مثلا تعريف الدستور، المؤتمر الوطني، موضوع الأمازيغية ودستارتها. ترقبوا برنامجنا الأسبوعي هدرازي كل يوم خميس مساء معي أنا عماد فارس على راديو أول إف إم على تردد 106.3. البرنامج نعدوا فيه يوم الأحد والأربعاء. البرنامج يتحدث عن الهوية الليبية. طبعا البرنامج مش خاص بالهوية، لكن يتكلم على الهوية وعلى الاستحقاق الدستوري وعلى المكونات في ليبيا والمطالبة بحقوقها وطرح مشاكلها على الليبيين، لأن المكونات هي ليبية ومن صميم ليبيا، وأحدها المكون الأمازيغي اللي أصولها ليبية وترجع لعهود قديمة جدا، والليبيين يعرفوا كلهم أن الأمازيغ هم سكان ليبيا الأصليين. البرنامج أيضا في حلقات كثيرة تكلم فيها على التاريخ الليبي عامة وتاريخ الأمازيغ خاصة، توضيح بعض المصطلحات اللي موجودة في التاريخ الليبي مش فاهمينها الليبيين طرحناها في البرنامج. تكلمت على بصمات الجغرافيا في ليبيا وشن المصطلحات والأسماء. ترقبوا البرنامج اللي نطرح فيه على مدى فترات كثيرة ومستمرين إن شاء الله. هالبرنامج هذا اللي يتكلم على مواضيع مختلفة تخص الدستور، تخص الاستحقاق، تخص التاريخ والهوية على راديو أوال 106.3.
أزل في الهون معكم ديب قرادة. طبعا بداياتي الأولى في راديو أوال كانت في برنامج تماليت النغ، كان برنامج يتكلم عن الهوية الليبية بشكل خاص وكل ما يتعلق بليبيا. كانت فيه عدة حلقات واستضفنا فيها عدة شخصيات. هذا البرنامج كان سياسي، كان برنامج دائما مواكب للأحداث اللي كانت تحدث في ليبيا. هذا يعني استمر لمدة طويلة، ومن ثم توقف نتيجة تغيير خارطة البرامج في راديو أول. حاليا نقدم في برنامج تيفاوين كل سبت عبر أثير راديو أول اف ام. هذا البرنامج هو برنامج صباحي مع مجموعة يقدموا فيه مجموعة معاي من الزملاء اللي هم عاملين في راديو أول، نحب نشكرهم طبعا. برنامج تيفاوين برنامج منوع، برنامج صباحي منوع، فيه العديد من الفقرات، فقرات صحية، فقرات رياضية، معلومات عامة، حكم مأثورة وأقوال المشاهير. كذلك نختار بعض المواضيع اللي هي تكون في المجتمع متاعنا، سواء مواضيع اجتماعية، مواضيع اقتصادية، مواضيع، وقبل أخص أكثر شيء المواضيع الاجتماعية واللي منها السلوكيات اللي تمس أكثر شيء المواطن وتمس الإنسان بشكل خاص. راديو أول، إذاعة الأسرة بامتياز.